أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي مانشيت اقتصادي، والذي نسلط الضوء من خلاله على أبرز القضايا الاقتصادية على الساحة. حلقة الليلة نناقش فيها دور قطاع الرقابة والتفتيش في هيئة الغذاء والتغذية والخاص بموسم الأضاحي. تعمل الهيئة العامة للغذاء والتغذية على قدم وساق لاستقبال موسم الأضاحي في مسالخ الكويت من خلال جولات تفتيشية للوقوف على آخر التطورات وتنفيذ التعليمات الصارمة الواجب اتباعها للمحافظة على سلامة الإجراءات والسلامة الغذائية للمواطنين والمقيمين. التفاصيل في التقرير التالي. تستعد المسالخ المركزية والتي تشرف عليها الهيئة العامة للغذاء والتغذية في مختلف المحافظات لاستقبال المضحين خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وتقوم المسالخ المركزية بإجراء ترتيباتها استعدادا لهذه الأيام. لكن طبعا موسم عيد الأضحى نحاول كثر ما نقدر أن نسهل هذه الخدمة، خدمة الذبح حق المواطنين والمقيمين. طبعا استعداداتنا جميع الأطباء والمفتشين على هب الاستعداد لفحص الذبائح وتسليم هذه الذبائح بصورة سليمة حق المواطنين ليؤدون هذه الشعيرة إن شاء الله بطريقة ممتازة إن شاء الله. طبعا احنا مواجبنا كاستعدادات أن نشيك على كروتهم الصحة، كفاءتهم في عملية الذبح سواء كانوا قصابين أو جزارين، وعلى أساس أن يؤدون هذه الخدمة بالطريقة الصحيحة بالتعاون طبعا مع جهات حكومية ومشكورين اللي هو بلدية الكويت والهيئة العامة للبيئة، وأيضا ما ننسى دور وزارة الداخلية مع دور البارز اتحاد الجمعيات بالتعاون معهم، ان في بعض الجمعيات التعاونيه اللي خصصها لنا اتحاد الجمعيات نسوي مسالخ مؤقته تمشي على الاشتراطات الصحيه السليمه في المناطق. طبعا في هذه السنه تم اختيار تقريبا 8 مسالخ مؤقته في الجمعيات موزعه على مناطق الكويت تحت اشرافنا، وايضا متابعه بلديه الكويت من ناحيه النظافه والمخلفات. اتمنى من جميع يعني المواطنين والمقيمين اللي يؤدونها ان يتوجهون الى المسالخ ليتم فحص هذه الذبائح وتاكد من سلامتها الغذائيه وتذبح بالطريقه الصحيحه على يد ناس مختصين، افضل من ان يتوجه الى المتجولين والقصابين المتجولين، لان ما تدري يعني هذا قد ما يكون لديه كرت صحه ويكون لديه الامكانات الحرفيه ان يؤدي هذه الشعيره لك. وبهدف تقليل الازدحام داخل المسلخ المركزي، قامت ايضا المسالخ بالتعاون مع اتحاد الجمعيات التعاونيه بتجهيز مسالخ مؤقته في عده مناطق سكنيه لتكون اقرب للمضحي وحثه على الذبح بالمسالخ المعتمده، ووفرت ايضا في جميع المسالخ الرئيسيه والمؤقته عددا كاف من البيطريين ومفتشي الاغذيه واللحوم والنظافه للرقابة الدائمة طوال أيام عيد الأضحى المبارك. عودة لكم مجددا مشاهدين الكرام، وحول هذا الموضوع يسعدنا أن يكون معنا في الاستديو الدكتورة أمل الرشدان نائب المدير العام لشؤون التفتيش والرقابة في الهيئة العامة للغذاء والتغذية. دكتورة حياك الله معنا. الله يحييك، مشكور مرحبا. دكتورة، لو في البداية نتكلم عن الهيئة العامة للغذاء والتغذية، متى بدأت هذه الهيئة، كيف تشكلت، ما هي صلاحياتها، حتى يعني ندخل في محاور حلقة اليوم. أوكي. الهيئة العامة للغذاء والتغذية طلع مرسوم أميري بقانون 112 في سنة 2013، وإحنا كنواب ومدير العام ومجلس الإدارة تعيننا في شهر مايو 2015، فانشأت في 2013 وتم تعيينها في 2015. نعم. الهيئة العامة للغذاء كان الهدف منها أن جميع ما يؤكل ويشرب وخاص بالأغذية أن يكون تحت مظلة الهيئة العامة للغذاء والتغذية. فخذينا احنا تخصصات من وزارة التجارة، الغش التجاري، أخذنا تخصصات من وزارة الصحة، تغذية المجتمع، أخذنا أيضا تخصصات من البلدية مثلا أخذنا المسالخ، وأخذنا التفتيش على الأسواق والمطاعم والجمعيات كل هاي، فأصبحت مظلة الهيئة. وأخذنا أيضا المواصفات
والمختبرات من المواصفات من الهيئة العامة للصناعة والمختبرات من الوزارة وزارة الصحة. نعم. فأصبحت الهيئة العامة للغذاء والتغذية تشمل كل ما يؤكل ويشرب. نعم. لو يعني الحين عيد الأضحى المبارك على الأبواب. نعم. وأنت عارفة يعني في الكويت تحديدا نتكلم الكل أو معظم الناس تبي تضحي حسب يعني تقاليد الشريعة الإسلامية. نعم. تجهيزات الهيئة العامة للغذاء والتغذية. أول شيء نقول بالنسبة حق عيد الأضحى وإن شاء الله يعود علينا جميعا بالصحة والعافية. آمين يا رب العالمين. إنزين استعداداتنا أمانة أول شيء إحنا اجتمعنا مع اتحاد الجمعيات أو اتفقنا معهم إن الجمعيات اللي تحب تقدم إن يكون عندها مسالخ مؤقتة عن طريق الاتحاد الجمعيات فهم يعطونهم موافقة مبدئية وبعدين بعد ما يعطون الموافقة مبدئية يجون حق الهيئة وإحنا نعطيهم الاشتراطات الصحية اللي لازم تكون متوفرة في المسالخ في إقامة المسالخ المؤقتة فأول شيء يروحون على الاتحاد يعطونهم مبدئي موافقة وبعدين يجونا ونقدم لهم الاشتراطات الصحية. نعم. من الاشتراطات الصحية أن لازم وهذا شيء مهم ولازم يعني أتمنى أن الجمهور يحرص على أن الجزارين اللي موجودين يكونون عندهم كروت صحية إحنا عندنا مفتشينا وأطباءنا البيطريين يشيكون فبالتالي أنت تضمن لما أنت تعطي تبتذبح في المسالخ فهذا يضمن لك أنه يكون تحت إشراف وتحت رقابة غير لما أنت تروح على مسالخ تكون عشوائية أو مثلاً يشوفون غير مرخصة غير مرخصة فأنا أتمنى من الجمهور الكرام أن يحرصون أن ما يتبعون الجزارين اللي موجودين بالطرق. نعم. فلما يكون تحت الهيئة فالواحد يضمن أن الذبح يكون بالطريقة الصحيحة ويكون الماشية خالية من الأمراض ويتأكدون من صحتها. نعم. فنضمن احنا هذا الشيء وبعدين اذا كان مثلا ذبيحه طلع فيها مرض وكذا فاحنا نعطيهم اشعار اتلاف وهذا الاشعار اتلاف يروحون ياخذونه من مكان اللي اشتروا فيه الذبيحه فاما يا يستبدلها او انه يرجعوا له فلوسه فهذه اذا كانت بهذه الطريقه يضمن الواحد اول شيء صحه الماشية وبعدين حتى إذا كانت هي يعرف إذا كانت هي مريضة ولا لا بس إذا راحوا عن طريق العشوائي هذا مصيبة أي. فأنا أتمنى من كل واحد يسمع هذا البرنامج أن يساعدونا في القضاء على المسالخ العشوائية. نعم يعني دكتور أمل لو نتكلم حتى على يعني آلية توزيع المسالخ ولكن هل عندك فكرة عن عدد المسالخ اللي راح تكون بإشرافكم؟ أوكي إحنا في عندنا أربع مسالخ مركزية هي على عن طريق نظام البي أو تي والمستثمر هو اللي مسؤول على المسلخ وهو مسؤول على الكروت الصحية للجزارين وعلى نظافته وعلى الاشتراطات الصحية للمسالخ من ناحية الهيئة العامة للغذاء والتغذية هي جهة رقابية فإحنا عندنا مفتشين وعندنا الأطباء البيطريين اللي يفتشون على يتأكدون أن الذبائح تكون في صحية وخالية من الأمراض. نعم. دكتورة بالنسبة للأطباء والمفتشين والمراقبين نعم. اللي راح يكونون يعني مشرفين على مسالخ الذبح طبعا الناس يعني تتساءل كيفية انتقاء يعني المفتشين والمراقبين والأطباء أنتوا لكم دور في عملية انتقاء يعني هذه المجموعة؟ أوكي وما هي الاشتراطات يعني حتى تكونون يعني على دراية فيهم؟ نعم أنت سألتني كم مسالخ فأنا الجزء الأول أنا تكلمت قلت لك إن في أربعة مسالخ مركزية بالنسبة حق العيد والضغط على الأضاحي فإحنا تقريبا يمكن ثمن مسالخ مؤقتة المسالخ المؤقتة هذه تتم عن طريق مبدئي مثل ما قلت اتحاد شو اسمه اتحاد الجمعيات أو نحاول كثر ما نقدر أن هي تكون موزعة بالتساوي يعني أو على الأقل تقريبا لجميع أنحاء محافظات الكويت على أساس أن الكل يأخذ فرصة ونبي أمانة نسهل العملية للمواطن وأيضا المقيم أنه ما يقعد مدة طويلة ونساعده بسهولة
الإجراءات. ممتاز. طيب لو نتكلم على موضوع اختصاص الهيئة العامة للغذاء والتغذية، هل أنتم اختصاصكم بالنسبة للأضاحي؟ نعم. من استيرادها ولا وقت الذبح؟ أوكي، إحنا اللي إذا كانت حية فالمسؤول عنها الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، هم اللي يكونوا مسؤولين على الماشية، مجرد لما تذبح إحنا نكون مسؤولين. أي فبالتالي استيرادها إحنا ما ندخل باستيرادها، فهي أول ما تأتي المسلخ فإحنا مسؤولين عنها قبل الذبح، يطلع المفتش والطبيب البيطري يتأكد من الماشية أنها هي في حالة قبل الذبح. قبل الذبح يعني يتم تقييمها قبل الذبح، أنها ما تكون هزيلة، أنها ما تكون عليها كدمات، يشوفها يعني يكشف عليها ظاهريا، يشوفها في وضعها السليم، وبعدين يقوم بالذبح. فإحنا قبل الذبح نكشف عليها، وبعد الذبح الطبيب البيطري يتأكد أن الماشية تكون خالية من الأمراض وأن هي صحية وصالحة للاستهلاك الآدمي. فكل هذه الإجراءات هذه مهمة، وهذه تتم عن طريق رقابة، غير لما أنت تأخذ شيء من الشارع أو جزارين مو مؤهلين يقومون بالذبح وما يكشفون عليهم الأطباء البيطريين. إحنا نتمنى أن لو نقدر مثلا أكثر من مسالخ، تقريبا 8 مسالخ مؤقتة، بس إحنا هم محدودين بعدد الأطباء البيطريين الموجودين عندنا، عشان الجمعيات هم يكونوا مسؤولين على المسالخ المؤقتة بناءتها يعني، أما إحنا نوفر لهم الأطباء البيطريين والمفتشين. وطبعا البلدية لها دور كبير في هذا الجزء، أن هي تساعدنا في أعمال النظافة، وخصوصا توفر لنا الحاويات عشان إذا كان في مخلفات من الماشية، فنحرص أن تكون هذه الجزئية المسلخ يكون نظيف ما يطلع منه روائح كذا. أيضا اللي ساعدنا في هذه الجزئية الهيئة العامة للبيئة، مشكورين. كذلك مهم وحريصين أن مثلا الداخلية يكونوا موجودين. سبحان الله إذا نقطة نظام أو تعرف إذا كان في مشاكل من هذا القبيل فيساعدونا في هذا. طبعا عندنا الشؤون يساعدونا في هذه الجزئية، أن يعطون بيرميشن حق الجمعيات أن يكون لهم مسالخ مؤقتة. ممتاز. فهي عبارة عن جميع الهيئات نتشارك مع بعض، مو بس الهيئة العامة للغذاء والتغذية، في بالأخير أن نحصل على راحة المستهلكين. دكتور، يمكن أمل لهذا اللي ذكرتيه، الهيئات اللي أنتوا الآن يعني يتم التنسيق معها مثل وزارة الداخلية مثل ما تفضلتي، وأيضا الجمعيات التعاونية والهيئة العامة للبيئة. الموضوع الآن الأساسي كيفية التنسيق ما بينكم ما بين هذه الهيئات، أنتم كهيئة العامة للتغذية والغذاء. نعم. شون تكون الآلية التنسيق ما قبل؟ أنا بتكلم على موضوع الحين خصوصا إحنا موضوع عيد الأضحى المبارك. نعم. يعني جاي على الطريق. نعم. بالنسبة لهذه المناسبة التنسيق اللي راح يكون يتم عن طريق من، وكيف آلية التنسيق مع الجهات الثانية؟ نعم، هي الانيشيتيف المبدئية تكون من عندنا إحنا. فإحنا راسلنا اتحاد الجمعيات واجتمعنا معهم وقلنا لهم في مسالخ مؤقتة، فالرجاء تكلمون الجمعيات ويكون الموافقة المبدئية من عندكم. وهم طلبنا من اتحاد الجمعيات، قلنا لهم إذا هم يراسلون الشؤون في تسهيل عملية الشؤون لازم يعطونهم موافقة في يبنون مسالخ مؤقتة، فهذه ضروري عشان إذا الشؤون عطوهم موافقة وعطوهم دعم فهذا اللي يسرع هذه العملية. طبعا كتب وتليفونات واجتماعات مع البلدية بخصوص النظافة، طبعا اجتماعات وكتب مع الداخلية، وأمانة كلهم مستعدين وكلهم يعني مجرد ما طلبنا منهم سوينا اجتماعات معهم. ممتاز. وهذا صار يعني هذه الأشياء صارت طبعا قبل عيد الأضحى. نعم. فإن شاء الله نشوف نتيجتها في يوم عيد الأضحى، بس أمانة كلهم كانوا على أتم الاستعداد وكانوا مرحبين بهذه الفكرة. نعم. مدام احنا في إطار عيد الأضحى، دكتورة أمل، تحديد صلاحية أو فساد الأضحية بشكل عام. نعم. من الذي يحدد بشكل مباشر أن هذه الأضحية صالحة أو فاسدة؟ هل الهيئة العامة للتغذية والغذاء أم
شركة المسالخ أو الهيئة العامة يعني وزارة الصحة بشكل عام، من اللي يحدد صلاحيتها أو فسادها؟ هو مثل ما أنا ذكرت أن الهيئة العامة للغذاء والتغذية هي مسؤولة قبل الذبح وبعد الذبح، فقبل الذبح تتأكد أن هي صالحة ظاهرياً، وأمانة الطبيب البيطري هو بعد ما الجزار يذبح فالطبيب البيطري يقوم بالكشف عن الذبيحة، فيشوفها هل فيها أمراض، هل فيها أمراض للأحشاء، فهو يطالعها من أمانة تخصصهم، فهم الطبيب البيطري هو اللي يحكم إذا هذه الذبيحة لازم تتلف أو إن إذا هذه الذبيحة صالحة للاستهلاك الآدمي، وإذا كانت صالحة للاستهلاك الآدمي إحنا نسلمها للأشخاص. نعم. طيب مدام إحنا أيضا في المسالخ، الاشتراطات الصحية بشكل محدد، النقاط المهمة والاشتراطات الصحية اللي تكون يعني موجودة في كل مسلخ. نعم. شنو هي؟ هي في اشتراطات صحية. هذه الاشتراطات مثلا مياه الصرف، لازم تكون مياه، لازم يكون الصرف الصحي مهم علشان في وايد ذبح. انزين نطالع احنا على النظافة عامة، نطالع ايضا على مثلا التهوية، لازم يكون المكان فيه تهوية فنتيليشن، لازم يكون فيه تكييف بارد عشان احنا نعرف مع الذبائح يكون درجة الحرارة، حتى لو يكون وايد بارد ممكن ان ترتفع درجة الحرارة. انزين نتأكد من الكروت الصحية، يعني هذا اتباع احنا نمشي عليه سواء عيد الأضحى ولا لا، حتى على المسالخ المؤقتة دكتورة، المسالخ المؤقتة والمسالخ المركزية قبل لا يبتدي الذبح هم يدخلون الأطباء البيطريين والمفتشين يتأكدون أن المكان نظيف من ناحية الصرف، من ناحية التهوية، يتأكد أنه هو نظيف أول شيء، وبعدين قبل لا يبتدون الذبح يتأكدون من الجزارين عندهم كروت صحية. أو هذه نقطة مهمة، إذا كان عنده كرت صحي معناه أنه هو لائق، معناه أنه لائق صحيا وممكن يتعامل، ممكن يتداول ويذبح، وهذه نقطة مهمة. إذا كان هو لائق صحيا لازم يكون عنده كرت صحي، فأي شخص ما يكون عنده كرت صحي فإحنا المسؤول المشرف المركز المسلخ يطلع من الطابور عشان يوقفونهم بطابور، يشيك على كل كروتهم يشوفهم، اللي ما عنده كرت يطلعه ويقول له ارجع. ممتاز. فاحنا نحرص في هذه الجزئيه ان كل واحد، عشان امانه في ناس يكونون حاملين للمرض بس انت شكليا ما يبين عليهم، فبالتالي انت تعرف من الكرت الصحي انه هو لائق. في هويات معينه يمكن العمال اللي موجودين في المسالخ يعني تكون بارزه حتى للعميل؟ لازم تكون بارزة عشان هو يطمن، أوكي، ويعرف اسمه. أيوة. فلازم تكون يشيكون عليهم ولازم تكون هذه بارزة. نعم. دكتور أمل، تقومون في عمليات حملات تفتيشية على المسالخ حتى المسالخ المؤقتة؟ في يوم نتكلم على عيد الأضحى، في يوم الذبح. أوكي. هو شغلنا راح يكون قبل عيد الأضحى بيوم أو بيومين، هو إحنا نشتغل عليه على طول، بس قبل عيد الأضحى طبعا نروح نسوي حملات جولات تفتيشية نتأكد أن الشغل كله تمام وكل شيء موجود على أساس استعدادا، وحتى لما يبتدي العيد هم إحنا نشيك وهم نشوف عندهم كروت صحية ما عندهم كروت صحية، إذا ما عندهم كروت صحية لازم يطلعون. فشغلنا وهذا على طول السنة. نعم. مو بس حتى حق، ممكن يكون مكثف وعندنا مسالخ مؤقتة في العيد، أوكي، بس هذه الأشياء إحنا نقوم عليها على طول السنة. ممتاز. طيب نعم. دكتورة، الإجراء المتبع في حال وجود مخالفة؟ أوكي. تم رصد مخالفة في المسلخ المعين أو في يعني موضوع مخالفة سجلت، ما هو الإجراء المتبع لهم؟ أوكي. إذا مخالفة إحنا مثل ما قلنا، إذا كانت المسالخ المركزية أوكي إحنا جهة رقابية أو نفتش، فإذا كانت في مخالفة، المخالفة إحنا نرصدها نعطيها لوزارة المالية عشان هو مستثمر، فبين المستثمر وبين وزارة المالية عقد، فبالتالي إحنا نعطي المخالفة نحولها حق وزارة المالية، ننبههم إن مثلا عنده مخالفة في هذه الجزئية. وفي بعض الأحيان إذا شفنا اضطرينا إن ما نبعثه حق المالية، إن نكلمه هو ونبعث حق المالية، بس أمانة المستثمرين دائما متعاونين، حتى ما نحتاج إن مجرد لما ننبههم نقول مثلا
يجوز مثلا التكييف لازم يكون، فهم يقومون على طول يصلحونه عشان أمانة هم حريصين يهمهم أن المسلخ يكون في حالة جيدة، وأمانة جدا جدا يعني متعاونين. فأي شيء نطلبه منهم تعديل ترتيب، يعني في تعاون، في تعاون مع المستثمرين بدرجة كويسة يعني أمانة. دكتور أمل، الصلاحية، صلاحية المفتش في الهيئة العامة للتغذية والغذاء صلاحياته بس تسجيل مخالفات أم تكون هناك بين قوسين الضبطية القضائية؟ إذا نتكلم إحنا على قضاء تفتيش ورقابة عامة يعني المسالخ مع المطاعم مع الأسواق، طبعا عندنا ضبطية قضائية، وهذه الضبطية القضائية اللي تسمح لنا أن نخالف الشخص، وطبعا إحنا نخالفهم على لوائحنا، فعندنا لائحة التراخيص الصحية، عندنا لائحة المسالخ، عندنا لائحة الغذاء، فإحنا نخالفهم على حسب اللوائح. ممتاز. دكتورة أمل، قبل لا أنهي اللقاء معك حابة تقولين كلمة أخيرة؟ أول شيء أشكر تلفزيون الكويت على هذا اللقاء، وأن أعطى فرصة للهيئة العامة للغذاء والتغذية أن نشارك في هذا البرنامج، ونوضح لمشاهدينا أن الهيئة العامة للغذاء موجودة، وأن إحنا حريصين على أن نساعدهم في وقت العيد، وأن تكون الذبائح في حالة يعني خالية من الذبائح، تكون صحية وخالية من الأمراض. أحب أشكر وإن شاء الله ما أنسى ولا أحد، أشكر اتحاد الجمعيات الداخلية، الهيئة العامة للبيئة، على مساعدتهم بلدية الكويت، على مساعدتهم جهات كلنا تعاوننا مع بعض في أن نقدم هذه الخدمة، ومشكورين ما قصرتكم، عساكم من عوادي. حق واجب دكتورة أمل الرشدان نائب المدير العام لشؤون التفتيش والرقابة في الهيئة العامة للغذاء والتغذية، كل الشكر على حضورك. الله يسلمك. شكرا جزيلا. الله يسلمك. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام حلقة هذا الأسبوع، على أمل نلتقي معكم في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. في أمان الله.